رضي الله عنه إيوان كسرى بين الدين والتنجيم، والذي بين خلاله أولا أحقاد كبراء الفرس وكهنة ومنجمي المجوس على قادة الإسلام والمسلمين، وخصوصا الخليفة عمر رضي الله عنه، والذي بقيادته وحنكته شرف الله أهل العراق والفرس بالإسلام وخلاصهم من عبودية المجوس وفواحشهم وارتكابهم المحرمات، حتى فيما بين الآباء والبنات والأبناء والأمهات والإخوة والأخوات ضمن تشريع المجوس للفواحش، حتى أن الخليفة رضي الله عنه أمر بالتفريق بين عائلاتهم، فلا يجتمع محرم بمحرم أبدا. ثانيا، أحلام كبراء الفرس بإعادة أمجاد إمبراطورياتهم الكسروية وفق نبوءة زائفة ليزدجرد كسرى، والذي وقف بباب الإيوان بعد انكسار جيشه وسقوط إمبراطوريته قائلا: السلام عليك أيها الإيوان، ها أنا ذا منصرف عنك وراجع إليك، أنا أو رجل من ولدي. وبهذه النبوءة أيضا ينسب كبراء المجوس يزدجرد وأحفاده من النسب الهاشمي. ثالثا، وضمن عنوان عمر وعلي عليهم السلام أمير يستشير الوزير، فانكسر الفرس. أكد المرجع طبيعة العلاقة الصادقة بين الخليفة عمر وعلي عليهم السلام في كيفية التخطيط للانتصار على المجوس وفتح بلاد فارس، وبينما كان الخليفة عليه السلام عازما على المشاركة بنفسه، كان التقييم والنصح في الحفاظ على حياة الخليفة القيم بالأمر نظام الأمة أصل العرب والمسلمين، حيث يسعى كسرى يزدجرد ويجتهد في قطعه واستئصاله، لكن خاب سعيه ورد الله كيده، وخاب وذل كل من استنى بسنة كبراء الفرس والمجوسية. فقال علي الوزير لعمر الأمير عليهما السلام: العرب اليوم وإن كانوا قليلا فهم كثيرون بالإسلام وعزيزون بالاجتماع، فكن قطبا واستدر الرحى بالعرب وأصلهم، إن العاجم إن ينظر إليك غدا يقول هذا أصل العرب، فإذا اقتطعتموه استرحتم، فيكون ذلك أشد لكذبهم عليك وطمعهم فيك. الصرخي الحسني. لمتابعة الحساب يمكنكم متابعتنا عبر الروابط التالية.